الأخبار من ATV العدالة وفيها لاء من التشريعية لإسقاط العضوية، والمؤيدان يؤكدان أن القرار مخالفة دستورية ويحذران من صفقة حكومية نيابية. وزير الصحة يقرر تمديد إعفاء البدون من الرسوم الصحية حتى إبريل المقبل. برعاية سامية، وزارة الشباب تطلق جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بنسختها الرابعة. ومن العناوين إلى التفاصيل، رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، حيث جاءت نسبة التصويت برفض 5 نواب وموافقة نائبين. اليوم كان اجتماع اللجنة التشريعية بحضور كامل أعضاء اللجنة، وكان على جدول الأعمال مواضيع عدة، لكن كان أول بند طلب الحكم المحكمة بحكم محكمة التمييز الصادر بحق النائبين الفاضلين الدكتور وليد الطبطبائي ودكتور جمعان الحربش، والذي أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية للبت فيه للنظر فيه وبت فيه. أخذنا منحة وتم التصويت على المنفصلين، طلب إسقاط عضوية الأخ وليد الطبطبائي، وثم طلب عضوية الأخ جمعان الحربش، وكانت نتيجة التصويت 5-2. الأخ خالد الشطي وأحمد نبيل كانوا في كفة، والكفة الثانية إضافة للأسماء الموجودة الأخ طلال جلال، عسكر العنزي، محمد الدلال، محمد هايف، وأيضا اسمي أنا موجود معهم الحميد السبيعي، فصارت 5-2. أودعنا تقريرنا وصوتنا أيضا على عضوية الأخ جمعان، ونفس النتيجة 5-2، وقدمنا تقريرنا. إن شاء الله راح يكون جاهز في يوم جلسة الافتتاح التقرير الموجود، وبالتالي انتهت اللجنة التشريعية بعدم إسقاط عضوية النائبين الفاضلين الأخ وليد الطبطبائي والأخ جمعان الحربش. يبقى أن المجلس يوم الثلاثاء القادم غالبا، لأنه موجود على جدول الأعمال، يوم الثلاثاء سيقدم تقرير اللجنة التشريعية، لكن التصويت وهذه القضية القانونية المهمة راح يكون على إسقاط العضوية. يعني تصويت من يرقب بإسقاط العضوية، ولازم يبون أغلبية أعضاء مجلس الأمة، لازم يبون أغلبية الأعضاء، أوكي، اللي هم 15+50، 15+50 أو 49+16، أي نعم 33. أعتقد النص واضح جدا، ما يحتاج نروح المحكمة الدستورية. والذهاب إلى المحكمة الدستورية، أنت قاعد تقول حق القضاء إنه والله أنتم صدرتوا حكم، والآن أكو طرف آخر يقول لكم هم يعاقبون على أحكامكم، وأنا أعتقد أن هذا غير مناسب. لكن أنا أعتقد أن هدف وروح وغرض مؤسسين الدستور أن المجلس هو صاحب الكلمة النهائية في بقاء أو عدم بقاء العضوية. أكد النائبان أحمد الفضل وخالد الشطي أن عدم إسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي هو مخالفة دستورية، وأن هناك من يدوس في بطن الدستور من أجل مصالح آنية سياسية فارغة على حد قولهما. أريد أن أشهد الشعب الكويتي على ما حدث اليوم من مهازل حقيقة وعدم توقير والاحترام للدستور. ما حدث اليوم من إخوة للأسف المفروض جلهم محامين وجلهم يعرفون بالقانون، داسوا بطن الدستور وداسوا بطن كل شيء كانوا مسوينه من قبل وكل شيء كانوا يفتون فيه من قبل، مع علمهم ويقينهم بأن اللي قاعد يسوونه مخالف لقناعاتهم القانونية. اليوم كان لنا موقف معهم، الإخوان أهملوا كل الآراء، وكل آراءهم نفسهم هم السابقة اللي تقول لهم أن العضوية تسقط، وحتى تصويت بعضهم كان يطالب بعدم وجود تصويت فيها. الحكومة علشان تفوت مسألة إسقاط العضوية وتفوت مسألة الانتصار إلى حكم قضائي والانتصار إلى الدستور، جاءت الحكومة بفكرة بأن تحضر ببعض الممثلين في الجلسة لا يتجاوزون عن 3-4 وزراء. بعد ما تم إجهاض هذه المسألة و وصلت الرسالة إلى الحكومة، الحكومة قررت
قرار آخر بأن لا راح تحضر على الأقل يعني كاملة، يمكن تنقص واحد ولا اثنين. ولكن في نفس الوقت أستغرب أيضا بأن أوعزت إلى البعض ممن لها تأثير عليهم، أوعزت لهم بأن لا تصوتون مع إسقاط العضوية. هذه في الحقيقة كارثة دستورية وكارثة على فعلا مسألة تطبيق الدستور وتكريس المواد الدستورية. بعيدا عن المواقف الشخصية وبعيدا عن التوجهات السياسية وبعيدا عن محاسبة نواب في تاريخهم النيابي أو في تاريخهم السياسي، اليوم احنا في مسألة هامة وهي مسألة الانتصار للدستور واحترام الأحكام القضائية والانتصار إلى المادة 50 من الدستور، الانتصار إلى مبدأ فصل السلطات. هناك قيم دستورية تقوم عليها الدول، ولكن مع الأسف الشديد تأتي الحكومة وهي أول من تتراجع عن الانتصار إلى المسائل المهمة في القيام بمقومات إدارة الدولة. اعتقدت النائب صفاء الهاشم التعامل الحكومي مع قضية إحلال الكويتيين محل الوافدين، مطالبة إياها بإصلاح التركيبة السكانية وفرض الرسوم على الوافدين أولا قبل الضرائب. احنا من زمان من الستينات عندنا كليات صناعية طلع لنا بلو كولرز، وينها؟ معهد اتصالات وينها؟ كلية صناعية وينها؟ تعطيني فنيين الحدادة والنجارة وغيره وغيره، وينهم؟ بدل ما أجيب أعداد الوافدين ومثل ما قالت لي أجيب سباك من مصر، لا ما أحتاجه، موجودين عندي الكويتيين. الحين جايين يسوون برنامج تدريبي يا وزارة مالية وتيين بالوزيرة وتقولين الضرائب والقيمة المضافة؟ على جثتي يتم هذا الأمر. ما في ضرائب ولا قيمة مضافة تحط على الكويتيين قبل لا تعدلي لي تركيبة سكانية، قبل لا تشوفي لي الاختلال اللي حاصل في نسب البطالة، وقبل لا يكون هناك حل لموضوع الإحلال في الوظائف، ونقدر نرجع ميزان ونعدل رمانة ميزان التركيبة السكانية بحيث ما يصير عدد وأعداد وافدين قاعدين موجودين أكثر من 110,000. تخيلوا أمي لم يتلقى أي تعليم، ما يعرف يقرأ ولا يكتب، هاي ليش قاعدين عندنا بالديرة وما ناخذ عليهم رسوم ولا تحويلاتهم؟ وأكررها، ناخذ على الهواء اللي يتنفسونه بالعلاج بالصحة بالبنية التحتية في كل شيء. حكومة ما تبي تطبق، الصوت بيظل عالي طول ما الحكومة عازة عن حل هذه المشكلة. ما تيني تقولي لي بفرض على الكويتيين الضريبة والقيمة المضافة لأن انفرض كله على الخليج، عطيني المبررات الصح، وأنا دولة عندي فائض في ميزانيتي، وأنا دولة عندي ثروة بشرية ومالية الكل يحسدني عليها، لكن لأن في سوء لإدارة هذه الثروات من قبل إدارة حكومية إلى اليوم لا تعلم عن شيء اسمه ألف باء تخطيط الهيكلي لدولة. أعلن النائب رياض العدساني أنه سيستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن لم يرسل له مراسيم التعيينات الصادرة عن مجلس الوزراء. أنا وجهت سؤال صريح لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وقلت له عطني جميع المراسيم ليصدق عليها مجلس الوزراء للتعيينات. زودني طبعاً بالآلية والنظم واللوائح والقانون المستندين عليه. أنا قلت له أيضاً بالإضافة يزودني على كل القرارات، يزودني بالقرارات، القرارات إذا ما أتتني راح يوجه للاستجواب. قال رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية النائب حمود الخضير إن اللجنة انتهت بغالبية أعضائها إلى عدم تأييد دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لحماية حقوق العامل الكويتي في القطاع الخاص. انعقد اليوم الاجتماع 21 للجنة الصحية
والاجتماعية لنقاش موضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة. طبعا هذا تكليف من المجلس للجنة الصحية للنظر في هذا الدمج وإرسالة للمجلس قبل دور الانعقاد الحالي القادم. وانتهى رأي اللجنة بقالبية أعضائها إلى عدم تأييد الدمج بين الجهازين، وذلك لحماية حقوق العامل الكويتي في القطاع الخاص، مع تأكيد طبعا اللجنة بإجماع أعضائها إلى المطالبة بإقرار كادر مالي للعاملين في هيئة القوى العاملة أسوى بنظرائهم في برنامج إعادة الهيكلة تقديرا لجهودهم الوطنية واليومية الضخمة. أصدر وزير الصحة الشيخ باسل الصباح تعليمات بإعطاء مهلة للمقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقاتهم الأمنية منذ فترة نظرا لظروفهم الإنسانية، حتى يتمكنوا خلال تلك الفترة من استخراج بطاقاتهم الأمنية لمدة 6 أشهر من بداية شهر نوفمبر في العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل من عام 2019. أعلن وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب بالندب شفيق عمر إطلاق جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي بنسختها 4 برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. إن رعاية سمو الأمير البلاد للجائزة تؤكد حرص سموه على دعم الشباب ومشروعاتهم وإعطاء طموحاتهم الأولوية في عمل الحكومة، وكذلك حرص الدولة على دعم الشباب الكويتي لتنمية طاقاتهم وإمكاناتهم الذين هم مستقبل الكويت وثروتها الحقيقية وإبراز إبداعاتهم. الأخوة والأخوات، إن هذه الجائزة تأتي وفقا للاستراتيجية الشمولية لوزارة الدولة لشؤون الشباب، والتي تهدف إلى إعداد جيل من الشباب متمسك ومرتقي بالقيم الوطنية وشريك في التنمية المستدامة، من خلال المخرجات التي من شأنها العمل على تعزيز ثقافة الإبداع وتميز الشباب. الجائزة الحقيقة فيها مساحات كبيرة ومجالات متعددة ومتشعبة للتميز والإبداع، وخاصة بعد دخول التكنولوجيا الرقمية ومساهمتها في هذا المجال. الحقيقة أنا على ثقة يعني تامة وإيمان بأن شبابنا لديهم القدرة والموهبة لتقديم الإبداع والتميز في المجال الإعلامي، ومن هذا المنبر الحقيقة يعني أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأتطلع إلى أنا وزملائي بالفريق باستلام إبداعات شبابنا في المجال الإعلامي. وبهذه المناسبة الحقيقة بس حبيت يعني أن أوجه الشباب المتقدمين زيارة موقع وزارة الشباب والوقوف على المعايير ومدى مطابقة هذه المعايير على العمل المقدم للجائزة. وإحنا الحقيقة وزارة الإعلام على تم الاستعداد، يعني إذا كان هناك قصور الحقيقة في السنوات السابقة إن شاء الله يعني راح نكون هالسنة متميزين بالتغطية المناسبة لهذه الجائزة، وأتمنى التوفيق للجميع مرة ثانية وشكرا. اليوم الجائزة أتت كبيئة حاضنة لإبداعات وابتكارات وتميز الشباب الكويتي بمختلف المجالات. لله الحمد، اليوم الانطلاقة وإن شاء الله مستمرين بأن الباب مفتوح للشباب التقدم على مجالات الجائزة لغاية 31 ديسمبر من العام الحالي، وإن شاء الله بعدها راح يتنفرز الطلبات والتأكيد على هذه الطلبات ومدى مطابقتها لشروط الجائزة، ومن ثم يتم تقييمها وفق معايير أساسية تم تحديدها من قبل اللجنة، وهي تميز الإبداع ومدى إثرائها لمجالات الجائزة، وأيضا دورها وإسهاماتها في تنمية المجتمع والمنهجية العلمية المستخدمة في هذه الأعمال المتميزة. وإن شاء الله موعدنا في يوم الشباب الكويتي بالإعلان كما عودناكم كل سنة عن 10 شباب متميزين في هذه الجائزة بعشر مجالات كوكبة مميزة ومبدعة
ومؤكدين ان اليوم دور الشباب في قيادة مستقبل الكويت بمختلف المجالات.